المقادير ديال البيتزا بالكسكسو: غادي نحتاجو 40 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الكسكسو، غنحتاجو الملح، جوج كيسان كبار ديال الماء، 125 غرام ديال الزبدة، ربعة ديال البيضات ونص خمارة. بالنسبة للطريقة، في كاسرونة كندوبو الزبدة وكنزيدو عليها الدقيق وتنحركو الكل حتى كينسجم الخليط مزيان، وتنزيدو الماء غير كيبدا كيغلى لينا الخليط كنزيدو عليها الكسكسو المخلط، يعني ما بين الرقيق والغليظ، وكنبقاو نحركو في هاد الخليط ديالنا حتى كيتنفخ لينا الكسكسو، يعني بحال كيطيب، يعني حتى كيطيب، يعني كيضاعف الحجم ديالو خارج النار، كنخليوه حتى كيطفى. اناء اخر كنديروا البيض مع الملح، كنطربوهم مزيان وكنزيدوا عليهم الخليط الاول ديال الكسكسو وهو دافي، تنخلطوا كل هاد العناصر مزيان وكنزيدوا نص خمارة يعني مع الخليط، كنخلط هاد العناصر كلها هي مزيان، ويعني ملي كن يعني الخليط ديالها كيجي بحال الحرشه، بحال شكل الحرشه. كناخذوا واحد اللاطه نفرشها بالورق سوفيغيزي، كنبسطوا في هذا الخليط هذا ديالنا، كنحاولوا دائما في زكيتنا في الماء وكنبسطوا باش ما تلصقش لنا ديك الكسكسو، ما كيلصقش في يدينا، كنبسطوها كنتكيوها، يعني ما كتجيش غليظه وما كتجيش رقيقه، متوسطه الحجم، كتكيوها مزيان بالفرشيط، كندخلوها للفران سخون، كطيب من الفوق وكطيب من التحت مزيان، يعني هذه كتكملي ليها الطياب ديالها. من بعد ملي كتكملي لها الطياب ديالها كطيب كليا، كنديروا ليها لاصوص طوماط ولا يعني اي حشوه انت بغيتيها كتستعمليها، وكتجي لذيذه بزاف وكتجي رطبه، ولو انها تبات شي تبات تصوبيها اليوم بالليل ودوز الغد ليه وتبات ما كيطرا لها حتى حاجه، كيف ما وجدتيها كيف ما كتبقى.